انا بفتكر البرهان وحميتي والفلول، انا ما دارك تنسى قصه الفلول دي. الحرب دي ما شوف، الاسلاميين دي الثلاثه مجموعات اضعفهم الجماعه اللي قاعدين في تركيا، وده الكلام اللي قاله حسن اسماعيل. انا ما بحب لغة الطرح ده، لكن بس عشان الناس يعرفوه، المجموعه قاعده في تركيا دي اضعف المجموعات. في مجموعه قاعده في اللي هو بتاع نسدرديري و غندور وكده، دي المجموعة الأقوى شوية، لكن المجموعة النافذة هي مجموعة علي كرتي. فأنت ما تضيع وقت تمشي تتكلم مع الشخص الضعيف، أنت تتكلم مع الشخص النافذ. فأنا بفتكر المثلث ده فيه والثلاثة ديل، إذا في شخصية ممكن في النص تقدر تتواصل مع الثلاثة أرجل دي، أنا بفتكر هي بتعمل بريك ثرو بيوقف الحرب في السودان. طيب طارق، لا آخر أنا ما شيء دارك شيفليق، أنا ما دارك شيفليق عن الأوراق كلها، يعني خليها للمرة الجاية.